مية شرب نهائياً عم نشتريها مشترى من جيوبنا. المي وصلنا يعني كل 12 يوم وقاعدين بنجري بندور بنشحط مي مش ملاقيين مي نهائياً. كثيرا ما نشاهد مثل هذه الصور، نبدأ بالتأثر وسرعان ما نعتاد، نقول سرا وعلنا إن ما نشاهده لا يعنينا ولن يصيبنا. لم تتوقف المنظمات الدولية عن إصدار تقارير أو بيانات عن الجفاف وندرة المياه وضرورة تدبيرها، معظمها صادمة نقرأها دون تفكر ونقول إنها مجرد أرقام، لكن الأرقام أصبحت واقعا، واقع دولنا، الدول العربية. قد يبدو مشهداً عادياً في أي دولة، انقطاع الماء للحظات وفي أسوأ الحالات لساعات قليلة، لكن هنا في الضفة الغربية وغزة لحظات انقطاع الماء قد تعني أسابيع، أسابيع تختصر سنوات نجحت فيها إسرائيل في السيطرة على معظم إن لم نقل جميع الموارد المائية. فبمجرد وضع قدمها بالمنطقة بدأ ميزان الاستهلاك المائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يختل. تفاقمت الأزمة المائية الفلسطينية مع بدء إسرائيل استغلال نهر الأردن وتحويل مياهه التي من المفترض أن تتقاسمها مع فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، فإسرائيل تستغل لوحدها أكثر من 55% من مياه النهر عبر استخدام ما يعرف بالناقل الوطني للمياه وضخ ما يزيد عن 450 مليون متر مكعب سنوياً إلى صحراء النقب والمناطق الجنوبية من الساحل. لكن أزمة المياه في فلسطين بدأت تتحول إلى كارثة حقيقية بعد عام 1967، العام الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. تنامت السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه خاصة الجزء السفلي من نهر الأردن، ودمرت إسرائيل مضخات المياه وألحقت أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية على امتداد نهر الأردن. تشير العديد من الدراسات إلى أن الضفة الغربية تمتلك معدلاً استثنائياً عالياً من تغذية المياه الجوفية، غير أن إسرائيل تمنع الوصول إليها. هي طبعاً كل مصادرنا المائية في الضفة الغربية هي طبعاً هي مصادر مهمة بالنسبة لنا، ولكن نحن كفلسطينيين نفقد السيطرة أو لا يوجد لنا سيطرة على المصادر الفلسطينية أو مصادر المياه سواء كانت موجودة في داخل حدود الضفة الغربية أو في داخل فلسطين التاريخية. طبعاً بالنسبة لنا هو الحوض الغربي هو حوض كتير مهم. الحوض الغربي يتمثل بجودة مياه عالية. الحوض الغربي هو حوض التغذية لكل فلسطين، وطبعاً بيعتبروا الإسرائيليين حوض التغذية لهم. عملت طيلة سنوات على إنشاء المستوطنات فوق الأحواض المائية، فأخذت تستهلك مياهها بمعدلات كبيرة. ليس ذلك فقط، فمخلفات المستوطنات لوثت وتلوث المصادر المائية القليلة المتبقية للفلسطينيين. كما أعاقت سلطات الاحتلال تطوير البنية التحتية للمياه، مما أدى إلى تضرر شبكات الصرف الصحية واختلاط المياه الملوثة بالمياه النقية لتصل ملوثة إلى التجمعات الفلسطينية. وإن حاولت أن تجد حلولاً بديلة كحفر بئر لتوفير حاجياتك من المياه، فتأكد أن السلطات الإسرائيلية لن تسمح لك بذلك إلا إن كنت مستوطناً. يبدو الوضع سيئاً في الضفة الغربية، لكنه أسوأ في قطاع غزة. أكثر من 95% من المياه المتوفرة في القطاع غير صالحة للشرب، والنسبة المتبقية مهددة بالتلاشي. فحسب أرقام الأمم المتحدة، سيكون من الصعب أن تجد ماءً صالحاً للشرب في قطاع غزة بعد أقل من سنتين. كنا نتحدث بإجماع التقارير الدولية عن حوض انتهت صلاحيته، عن مياه غير صالحة للشرب. تقرير الأمم المتحدة أن في حلول عام 2016 لن تكون هناك قطرة مياه واحدة، وفي حلول عام 2020 أن الضرر لا يمكن إصلاحه. يعتمد أهالي القطاع بالأساس على المخزون الجوفي كمصدر للمياه، لكنه لم ولن يكون كافياً لتلبية حاجياتهم المتزايدة. فاستهلاك قطاع غزة من المياه يصل إلى 180 مليون متر مكعب في السنة،
في حين أن ما يتم تجميعه من مياه الأمطار والمياه المعالجة لا يتجاوز 80 مليون متر مكعب في السنة. بالتالي لا يتجاوز المعدل اليومي لاستهلاك الفرد الواحد في غزة للمياه 80 لتراً، بالوقت الذي يجب أن يكون معدل الاستهلاك اليومي حسب المعايير الدولية 150 لتر. وكما أهالي الضفة الغربية، وإن كانت ظروفهم أسوأ، يحاول أهالي غزة إيجاد موارد مختلفة لتلبية حاجياتهم اليومية من المياه، فبعضهم يلجأ إلى حفر الآبار التي يتجاوز عددها 10,000، وهو عدد كفيل باستنزاف المياه الجوفية. وحتى هذه المحاولات قد لا تنجح في أغلب الأحيان، فالسلطات الإسرائيلية تنشئ ما يعرف بالمصائد المائية أو الآبار الاسترجاعية. عملها كما يدل اسمها استرجاع أو سرقة المياه من الآبار التي يحفرها الفلسطينيون. البعض الآخر يلجأ إلى محطات التحلية رغم أنها لا تخضع لأي رقابة. العشرات يصطفون يومياً أمام مئات محطات التحلية رغم عدم ثقة معظمهم في جودة المياه، لكنها تبقى أفضل من المياه المالحة التي تنزل من صنابيرهم بين الفينة والأخرى. لم تكتفي الصواريخ الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على غزة بسلب حياة المئات وتشريد عشرات الآلاف، بل جعلت ظروف من ظلوا على قيد الحياة أصعب، فقد كانت البنية التحتية لقطاع غزة هدفاً رئيساً للقصف الإسرائيلي. التقارير الأولية عقب الحرب أوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي دمر آلاف الأمتار من خطوط نقل المياه الرئيسية وعشرات الآبار الخاصة والتابعة للبلديات، إضافة إلى محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، عدا عن خزانات المياه الخاصة بالمواطنين. حتى إن جريدة الجارديان البريطانية وغيرها من الصحف الأجنبية قالت إنه من الصعب على إسرائيل أن تبرر استهدافها للبنية التحتية في غزة. أجرينا التقييم الأولي للضرر في البنية التحتية، والتقديرات الأولية نحن نتحدث عن 35 مليون دولار قيمة إصلاح الأضرار. لدينا خزانات مثل خزان المنطار 5,000 متر مكعب تم تدميره بالكامل. لدينا مثل محطات الضخ للصرف الصحي تدمرت. لدينا 100,000 متر مكعب من المياه غير الصالحة أو المياه العادمة تذهب إلى البحر. أزمة المياه التي عاشتها وتعيشها فلسطين خاصة غزة كانت على رأس أولويات مبادرة سقيا الإمارات التي شملت عدة دول بالمنطقة. خلال الوقت الذي يستغرقه هذا الإعلان يكون 6 أشخاص قد ماتوا. هي واحدة من الأرقام الصادمة التي اعتمدت عليها حملة سقيا الإمارات لجمع التبرعات واستثمارها في عشرات الدول التي تعاني من ندرة المياه أو لديها مشكلات في تدبير مواردها المائية. شهر رمضان كان أفضل وقت لإطلاق مبادرة إنسانية من هذا النوع، وقد أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد عن سقيا الإمارات التي تهدف إلى توفير المياه لخمسة ملايين شخص. لم يتم اختيار عدد الذين ستساعدهم مبادرة سقيا الإمارات بشكل عشوائي، بل استند إلى أرقام ودراسات دولية تظهر أن أكثر من 4 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب قلة المياه أو تلوثها. بلغة صادمة أكثر، في كل 21 ثانية يموت طفل واحد بسبب مرض متصل بالمياه. بدولارات قليلة يمكنك أن تنقذ حياة كثيرين. هذا كان مبدأ حملة سقيا الإمارات، فبـ7 دولارات يمكنك أن توفر مياه نظيفة لطفل طيلة السنة، وبـ20 دولار ستوفرها لعائلة كاملة. تقوم المبادرة على عدة مراحل، يتم من خلالها تجهيز بنية يمكن أن توفر المياه لمدة طويلة في الدول التي حطت قوافل سقيا الإمارات فيها. يتم حفر الآبار كمرحلة أولى تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي على أن تزود هذه الآبار الخزانات بالمياه التي تحتاجها، أو إنشاء خزانات في حال عدم توفرها. يبدأ بعد ذلك العمل على خطوط المياه لإيصالها إلى المناطق التي تفتقر إليها، إضافة إلى إنشاء محطات لمعالجة وتنقية المياه.
حملة محمد بن راشد لسقيا 5 مليون إنسان. وضع المشرفون على سقيا الإمارات توفير 100 لتر يومياً لأكثر من 5 ملايين شخص نصب أعينهم، لكن التبرعات فاقت التوقعات. فعند نهاية الحملة أعلن الشيخ محمد بن راشد نجاحها الكبير بجمع 180 مليون درهم إماراتي، أي نحو 49 مليون دولار تكفي 7 ملايين شخص. من الصعوبة من مكان إنجاز مشاريع خاصة بتطوير البنية التحتية في الدول النامية والعربية، ولطالما أصدرت الأمم المتحدة تقارير تحث فيها الدول النامية والعربية على وجه الخصوص على زيادة الاستثمارات في الموارد المائية وترشيد استعمالها. فحصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة حسب المعايير الدولية، أي 500 متر مكعب في السنة. لذلك فإن الدول العربية مدعوة لاستثمار مئات ملايين الدولارات في مجال الموارد المائية خلال الأعوام العشر المقبلة، وإلا فإن الفجوة بين عرض وطلب المياه ستتسع من 43 كيلومترا مكعبا في السنة لتبلغ 127 كيلومترا مكعبا في السنة بين 2020 و2030. وإن كانت الأجهزة المختصة والإدارات المحلية غير قادرة على إدارة ملف المياه بالطريقة الصحيحة، فإن الظروف السياسية لكثير من الدول تصعب الأمر أكثر، كما هو الحال بالنسبة للضفة الغربية وغزة. فقد حرصت سقيا الإمارات على أن تكون فلسطين واحدة من أهم محطات مبادرتها، خاصة في ظل الحرب الأخيرة على غزة. لكن الأمر يختلف عن تقديم إعانات طبية أو غذائية، فكيف يمكن حفر آبار وتزويد الخزانات بالمياه ومعالجتها أيضاً في الوقت الذي كان يتعرض فيه القطاع للقصف لأكثر من 50 يوماً؟ وإن لم تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بحفر الآبار، فهل ستسمح لغيرهم بمساعدتهم؟ مبادرة سقيا الإمارات طبعاً هي مبادرة جيدة، على أساس أنها هي كانت مبادرة تنص على توفير مياه صالحة للشرب لأكثر من 5 مليون شخص في العالم ممن يعانون من نقص مياه في الشرب. مثل هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الأخرى هي مبادرة جيدة طبعاً تعتبر، ولكن يعني مدى تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنها هي تتطلب حفر آبار وتتطلب إمدادات من أجل تزويد المياه، أظن هنا في فلسطين يكون صعوبة جدا في تنفيذ مثل هذه المبادرات. السبب الرئيسي أنه كما ذكرنا أنه في الأحواض المختلفة لما بدك تحفر أنت أي بير يجب أن يتم هناك أخذ الموافقات الإسرائيلية، ويجب أن يتم أخذ موافقات اللجنة المشتركة. اللجنة المشتركة تقريبا هي متعطلة أعمالها من سنة 2010، لا تعمل لغاية الآن. تفاقمت مشكلة المياه بالمنطقة بوتيرة سريعة بسبب الأزمة التي تعيشها سوريا منذ 3 سنوات، وبسبب الانفلات الأمني الذي يتخبط العراق فيها. فقد أصبحت السدود مواقع استراتيجية لأطراف النزاع، من يظفر بها يتقدم خطوة في ساحة الحرب. فسيطرة المسلحين على سد الفرات في سوريا والموصل في العراق دقت ناقوس الخطر لدى كثير من الخبراء، فالتحكم بالمياه أضحى سلاحاً فعالاً قد يقلب موازين القوى. عدا عن حركة النزوح واللجوء الكبيرة في المنطقة، أغلبها تكون في اتجاه مناطق لا تتوفر على بنية تحتية وتجهيزات كفيلة بتوفير مياه صالحة للشرب. لم يكد الهلال الأحمر الإماراتي الذي يشرف على مبادرة سقيا الإمارات يفرغ من توفير احتياجات اللاجئين السوريين في إقليم كردستان، حتى أضيفت محطة جديدة بالمنطقة لقافلتهم، مخيم الخازر بين الموصل وأربيل. الألف ممن اضطروا للهرب من الموصل بعد سقوطها بين أيدي ما يعرف بتنظيم الدولة وجدوا أنفسهم في أرض لا ماء يرويها، فكيف يرويهم؟
سرعان ما بدأ الهلال الأحمر الإماراتي عملية حفر الآبار في المنطقة لملء خزاناتها وتلبية حاجيات آلاف القاطنين فيها. هذه الحملة لسقيا 5 ملايين شخص حول العالم، وهذه أول بادرة تكون في العراق حاليا موجودين فيها، وهذه الآبار الأربعة راح تغذي خزانات مياه رئيسية في المنطقة، وهذه المنطقة بها يسكنها حوالي 150,000 شخص. كثيرون يعتبرون العراق من الدول المحظوظة من حيث الموارد المائية، فأشهر الأنهار دجلة والفرات يمران بها، لكنه لا يستفيد سوى من جزء بسيط من هذين النهرين، فدول الجوار سوريا وتركيا وإيران تستغل أكثر من 80% من مياه دجلة والفرات بفضل السدود والمشاريع التي بنتها على حوضي النهرين، ليجد العراق نفسه محاصراً بين تركيا التي تقود سياسة واضحة في بناء سدود ضخمة، وإيران التي تحول مجاري عشرات الأنهار التي تتشاركها مع العراق إلى أراضيها. العراق دولة مصب، ومنابع النهرين تأتي من تركيا وسوريا وإيران، حيث تمثل واردات نهر الفرات 88% تتكون في تركيا، وبحدود 9% تتكون في سوريا، فقط 3% من المساهمة من الأراضي العراقية لنهر الفرات. كذلك نهر دجلة 56% تأتي من تركيا و 12% من إيران، فقط 32% من الأراضي العراقية. ومع أن علاقات العراق الإقليمية تؤثر بشكل كبير على موارده المائية، فإن سياسته الداخلية تلعب دورا مهما في الأزمة المائية التي يعيشها. إذا استثنينا التزايد الكبير لعدد السكان ومتطلباتهم والتغيرات المناخية، نجد الدستور العراقي أعطى صلاحيات للأقاليم والمحافظات في رسم سياسة مواردها المائية، الأمر الذي قد يشعل نار صراع مستقبلي بين الأقاليم والمركز، فكل منطقة تريد أن تضم داخل حدودها أكبر عدد ممكن من مصادر وروافد المياه. عدا عن أن العراق فقد بسبب قرار سياسي سابق ثروة مائية واقتصادية أثرت على عدد من المحافظات العراقية، وأي قرار مماثل قد يوصل العراق عتبة الكارثة. عملية تجفيف الأهوار هي كارثة بيئية ارتكبها النظام السابق، وأثرت تأثير كبير على 3 محافظات بالدرجة الرئيسية اللي هي ذي قار وميسان والبصرة، ولكن تأثيرها على العراق كل، لأنه كانت هذه الأهوار من ناحية اقتصادية ذات مردود اقتصادي كبير. يعتبر رابع أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، ومن المرجح أن يصعد قريبا إلى المرتبة الثالثة. إنه الأردن، بلد من المفترض أن تكفي موارده المائية وبصعوبة لنحو 4 ملايين شخص، لكنها أصبحت مقسمة على ضعف هذا العدد. يعتمد الأردن بالأساس على مياه الأمطار التي يتم تخزينها في السدود لاستعمالها طيلة السنة، لكن حتى الأمطار تهطل بما لا يشتهي الأردنيون، فنسبة ملء السدود التسعة الرئيسية في البلاد لا تتجاوز في أحسن الأوقات 60%. حقيقة الاستغلال يتم ويتم بشكل جيد، لكن المشكلة ليست في الاستغلال، هي في إدارة ما يتاح من الموارد. أول الموارد المتاحة تعتمد كليا على مياه الأمطار، ومياه الأمطار في تدني سنة بعد سنة نتيجة تغيير المناخ وزيادة الكثرة السكانية، كما أنه الهجرات القسرية والتكاثر الطبيعي في الأردن يزيد الحاجة للمياه. أضف إلى ذلك أن مصادر المياه ليست كلها محلية، فهناك مصادر مشتركة مع سوريا، وهناك مصادر مشتركة مع السعودية، وهناك مصادر مشتركة مع إسرائيل أو فلسطين، وبالتالي ليس بإمكاننا القول أنه نحن نتحكم بموارد مياهنا. يتم تزويد الكثير من المناطق في الأردن بالماء مرة كل أسبوع، على أن يتم حفظها في خزانات على أسطح المباني أو في الطبقات الأرضية لاستخدامها بقية أيام الأسبوع، سياسة لا تبدو مقنعة للكثير من المواطنين،
لكنها الوحيدة القادرة على مواجهة احتياجاتهم المتزايدة حتى الآن. فحصة الفرد الأردني تعتبر الأقل في العالم ولا تتجاوز 15% من مستوى خط الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية. ومع تدفق اللاجئين السوريين فإن هذه النسبة تنخفض لا محالة. تقول وزارة المياه إنها وضعت مخططات للتعامل مع هذا الوضع لأكثر من 3 سنوات، لكن ذلك يكلفها ملايين الدولارات من الصعب أن توفرها خزينة الدولة. وتعول الحكومة الأردنية على عدد من المشاريع الكبرى لمواجهة نقص المياه، من بينها مشروع سحب مياه حوض الديسي من جنوب البلاد إلى العاصمة لمواجهة تزايد الطلب على مياه الشرب، لكنه يبقى حلا مؤقتا لن يستطيع توفير المياه لوقت طويل. الأمال تبقى معلقة على مشروع أضخم هو قناة البحرين الأحمر والميت، فعند إنجاز هذا المشروع سيتم نقل نحو 2 ملياري متر مكعب لتعويض المياه المفقودة من البحر الميت وتحلية نحو 9 مليون متر مكعب. سيحصل الأردن على 570 مليون متر مكعب على أن يوزع الباقي بين فلسطين وإسرائيل. بالرغم من أن العديد من مناطقه النائية لا تصلها إمدادات الماء الصالح للشرب، فإنه يبقى واحداً من البلدان المتقدمة في المنطقة في تدبير الموارد المائية حسب التقارير الدولية. فالمغرب يحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة، كما يعتبر 5 دولة عربية يتمتع أفرادها بحصة مائية جيدة في السنة. يعتمد المغرب على 6 أنهار كبرى رئيسية كمصادر سطحية للمياه تعبر البلاد من الشمال إلى الجنوب. ولعل سياسة بناء السدود التي اعتمدها البلد منذ الاستعمارين الفرنسي والإسباني ساعدته كثيرا في تدبير مياه الأمطار غير المنتظمة. ومع ذلك تبقى هذه السياسة غير كافية في نظر كثير من الخبراء، فسدود وسيلة لتدبير شيء لا يمكن التحكم فيها الأمطار، وبالتالي يجب إيجاد حلول بديلة. لا مفر من اتجاه في تحلية الماء البحر، كذلك لا مفر في اتجاه ديال تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي هذا كيخصو إمكانيات مادية كبيرة، كيخصو تقنيات كبيرة، يعني تكوين ديال البشر، التقنيات نتحكموا فيها. يعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمراً حتمياً في جنوب المغرب الذي يعرف مناخاً جافاً. ومع أن المغرب اعتمد هذه السياسة منذ نهاية 70s وطور الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه، إلا أنها تبقى مرتفعة التكلفة. تخشى العديد من الدول العربية اعتماد نفس السياسة باعتبار توفير المياه الصالحة للشرب يندرج ضمن مسؤولية الدولة، لكن المغرب فوض هذا القطاع منذ منتصف 90s إلى شركات خاصة في عدد من المدن الكبرى. صحيح أن هناك كثيرين لا يزالون يتذمرون من الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة في قطاع المياه، لكن البعض يفضل أن تركز مؤسسات الدولة على العمل على البنية التحتية وإيصال خدمات المياه وتحسينها في المناطق النائية. تقول الأمم المتحدة إن أغلبنا، أي نحن سكان الأرض، نعيش في نصفها الأكثر جفافاً. كثيرنا منا لا يفكرون في الماء على أنه مشكلة، فبمجرد حركة بسيطة نقضي على شعور لا يزعجنا لأكثر من دقائق اسمه العطش، لكن غيرنا يدركون جيداً أنه ضمانهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة، فيمضون كثيراً من ساعاتها محاولين التشبث بها.